السلام عليكم، معكم عمر حسين من موقع فارماكوجون. النهارده حبيت اتكلم عن موضوع بيتم ذكره بصوره مستمره في اطار علاج الصلع الوراثي، وهو الكافيين ودوره في علاج الصلع او كونه حتى بديل للمينوكسيديل او الفيناسترايد، الادويه المصرحه من الاف دي اي. في منتجات كتيره في السوق سواء شامبوهات او سيرومز او كريمات بتحتوي على الكافيين، وبيتم الدعايه ليها على انها مفيده لعلاج الصلع الوراثي، وانها بتقوم بمكافحه هرمون الدي اتش تي بصوره طبيعيه وبدون اعراض جانبيه، وبتخليك تستغني عن ان انت تستخدم حاجه زي الفيناسترايد او المينوكسيديل ببديل صحي وطبيعي وامن. واشهرهم في الاسواق هو الباسين وكافا وبرضه هيد اند شولدرز ليهم شامبو بيحتوي على الكافيين وغيرهم. اولا ليه الكافيين؟ احنا طبعا ما بنتكلمش عن الكافيين لما بتستهلكه سواء بتشربه او بتاكله، لانه يعتبر الجميع بيستهلك الكافيين باحدى الطرق سواء في القهوه، الشاي، مشروبات الطاقة. برضو في بعض الأكلات فيها كافيين زي الشوكولاتة بشكل يومي، عشان كده لو كان الكافيين بيعمل على وقف تساقط الشعر لما بتستهلكه فالمنطق هيقول إن مفيش حد يعاني من تساقط الشعر والصلع الوراثي. لا، احنا هنا بنتكلم عن استخدام الكافيين على فروة الراس بصورة موضعية لوقف تساقط الشعر أو حتى لنمو الشعر. أولا هل الكافيين هيمتص ولا لأ؟ احنا عارفين إن الكافيين هيستطيع بسهولة تخطي جدار الجلد، لأنه بيتمتع بكتلة جزيئية أو موليكيولار ويت حوالي 194 جرام لكل مول. وكقاعدة عامة المنتجات تحت 500 أو المركبات اللي تحت 500 دالتون بتستطيع تخطي حاجز الجلد، عشان كده تم دراسته بصورة مكثفة لعلاج الصلع الوراثي. في معلومات كتيرة على النت حواليه، بس أنا هناقش بعض الدراسات حوالين الموضوع ده، وبالأخص ريفيو أرتكل حول دور الكافيين في علاج الصلع الوراثي. بس تعالى الأول نشوف النظرية وراء استخدامه. أولا الكافيين من المفترض إن هو بيوقف تساقط الشعر أو إن هو بيحفز عملية نمو الشعر، ومعروف دلوقتي وتم اثباته وانا قلتها كتير ان الاندروجينز وبالاخص دي اتش تي هو السبب الرئيسي حول حدوث الصلع الوراثي للاشخاص المعرضين جينيا للصلع الوراثي. وافضل طريقه انك تواجه الصلع الوراثي لحد دلوقتي ان انت تواجه المرض من كذا ناحيه، اولا بانك تقلل الدي اتش تي او الاندروجين، ثانيا انك تبص على محفزات النمو لافضل نتيجه على المدى الطويل. الطريقه اللي بيكون بها هرمون الدي اتش تي بقى بتدمير الشعر هو ان هو بيعيق دوره الشعر الطبيعيه عن طريق مانع هرمون اسمه الاي جي اف 1. والاي جي اف 1 ده والانسولين جروث فاكتور بيعمل كمنظم لدوره نمو الشعر، ولما الدي اتش تي يمنع الاي جي اف 1 انه يقوم بعمله فده بيؤدي الى تقصير فتره نمو الشعر المعروفه باسم مرحله الانجين، وفي نفس الوقت فتره الراحه المعروفه بمرحله التيلوجين هتزداد. بالتالي ده بيسبب حدوث عمليه تصغير البصيله المعروفه باسم المينيتشرايزيشن. والنظريه وراء ده ان الاي جي اف 1 هو بيحفز عمليه بتسمى بالانجيوجينيسيس او تكوين اوعيه دمويه جديده في منطقه بصيله الشعر، وبغياب هرمون الاي جي اف 1 هيحدث تناقص في العمليه دي مما يؤدي نهائيا الى تدمير خلايا الجلد المعروفه بالديرما بابيلا سيل اللي بتغذي البصيله، وبالتالي تدمير بصيله الشعر ذات نفسها وبيتم استبدالها بانسجه ندبيه او اللي اسمها سكار تيشو. الكافيين ما بيواجهش هرمونات او ليه خصائص مضاده لهرمون الدي اتش تي، بس زي ما احنا عارفين في ادويه كتيره ما بتشتغلش على الدي اتش تي بس تعمل نتيجه، زي مثلا المينوكسيديل او الاستاموكسيديل. ان انت تمنع الدي اتش تي مش مقياس لنجاح لك في اطار نمو الشعر، بس الفكره كلها ان على المدى الطويل عشان تلاقي نتيجه فانت لازم يكون في البروتوكول بتاعك حاجه تقلل الدي اتش تي عشان تفضل محارب المرض ده بصوره مثاليه على المدى الطويل. وعشان كده برضو الاطباء او الدكاتره بينصحوا باستخدام الجولدن ستاندر، هما الاثنين هما الفينسترويد او المينوكسيديل. الفينسترويد بيواجه السبب الرئيسي لحدوث الصلع الوراثي والدي اتش تي، والمينوكسيديل بيعمل كمحفز نمو وبالتالي يحصل على تاثير بيسموه في علم الادويه باسم السينرجستيك افكت او التاثير التعاوني بين الادويه. بس ايه دور الكافيين في الموضوع ده كله؟ الكافيين او الطريقه اللي بيشتغل بها الكافيين هو ان هو بيقوم بمنع انزيم اسمه فوسفودايستريز، وهو جزء من النظام اللي بيتحكم بمستويات حاجه اسمها السيكليك ام بي او سيكليك ادينوزين مونوفوسفيت. السيكليك ام بي وظيفته هو محفز نمو من ضمن العديد من الادوار ليه، هو بينتج عن تحويل الاي تي بي الى السيكليك ام بي عن طريق مركبات بتنشط مستقبلات البيتا والبيتا ريسبتورز في الخلايا زي النور ابينفرين والابينفرين. والانزيم فوسفودايستريز ده بيقوم بتكسير السيكليك ام بي، عشان كده اي حاجه بتمنع انزيم الفوسفودايستريز زي الكافيين هيمنع تكسير السيكليك ام بي وبالتالي زيادته في الخلايا. طبعا زي ما انا قلت في السيكليك ام بي هو محفز لنمو الخلايا، عشان كده هيخلي الشعر يقضي فتره اطول في مرحله النمو اللي هي مرحله الانجين وفتره اقل في مرحله التيلوجين بس على الاقل نظريا، وبالتالي تحفيز نمو الشعر. الدراسات في المختبر او الفيترو اظهرت ان الكافيين قادر على زياده مستويات الاي جي اف 1 او التعبير عنه، مما يؤدي الى تحفيز فتره النمو في دوره نمو الشعر. دلوقتي السؤال، هل يمكن استخدام الكافيين مثلا كمحفز نمو زيه زي المينوكسيديل، او ممكن حتى ان الكافيين يكون بديل مناسب للمينوكسيديل؟ ولو هو فعلا بديل فانا ازاي ممكن استخدمه في بروتوكول علاج الصلع الوراثي، وازاي بيتقارن بعلاج مصرح من الاف دي اي زي المينوكسيديل؟
تعالى دلوقتي نبص على الدراسات اللي تمت حوالين الكافيين. في دراسات كتيرة أجريت في المختبرات في اللي بتسمى بالفيترو ستادي، ودي دراسات بتتم إن هو بيتم زرع بصيلات الشعر في زجاجات في المختبر، زي الدراسة اللي تمت في عام 2014 اللي استخدمت بصيلات شعر مقتطفة من رجال بيعانوا من الصلع الوراثي، وبعدين تم استخدام الكافيين بتركيزين مختلفين، والكافيين أدى إلى إطالة فترة النمو اللي هي الأناجين، وعزز الكافيين عن التعبير عن البروتين اللي هو الأي جي إف 1، ومنع الكافيين من عمليتين الأبوبتوسس والنكروسيس، يعني ببساطة منع نمو الخلايا. والدراسة أشارت إن الكافيين بيعمل من خلال طرق عمل متعددة، ممكن يكون مفيد إكلينيكيا للأشخاص اللي بيعانوا من الصلع الوراثي، وبرضه عديد من الدراسات أشارت إلى نفس الاستنتاج. بس زي ما أنت عارفني قبل كده، فأنا الدراسات اللي هي بتاعت المختبرات ديت أنا ما بؤمنش بيها جدا، لأن النتائج على البشر هي اللي بتحكم. أنت ممكن مثلا يكون عندك مركب ويثبت مثلا على الفئران أو في المختبر إن هو بيحارب الصلع الوراثي، بيؤدي لنمو الشعر، بس لما تيجي تجربه على أرض الواقع وتعمل دراسة على البشر تلاقي no significant difference منه من البلاسيبو. فاللي بيحكم فعلا هي الدراسات على البشر. فتعالى دلوقتي نشوف الدراسات اللي تمت على البشر. بس اول حاجه الدراسه اللي هتكلم عليها في الاول هي ريفيو ارتكل تمت في عام 2020 حول خصائص الكافيين ودوره في علاج الصلع الوراثي. بس اللي يثير الفضول ان واحد من منشئين هذه الدراسه هم عاملين لشركه دكتور كيرت وولف، وهم برضو في نفس الوقت المصنعين للدواء الشهير البسين، وبرضو الدراسه مموله من دكتور كيرت وولف، والشركه بتضم منتجاتها شامبوهات تحتوي على الكافيين وغيرها من المنتجات اللي بتحتوي على الكافيين المسوقه لعلاج الصلع الوراثي. وبرضه واحد من الاطباء في الدراسه دي اللي هو اللي اسمه ادولف كلينك بيظهر في اعلانات الشركه حول البسين. وفي الحقيقه البسين من اكتر المنتجات تسويقا، وخاصه في بعض الدول زي بريطانيا او الاتحاد الاوروبي، فهو منتج معروف جدا يعني. عشان كده دراسه مموله من الاشخاص اللي بيحاولوا يبيعوك المنتج هو اول خط احمر بالنسبه لي حول فعاليه المنتج ده. طب هل في دراسه بتقارن ما بين الكافيين والمينوكسيديل؟ حتى في الدراسه اللي بتقارن بين المينوكسيديل والكافيين كان الدكتور ادولف كلينك برضو متواجد فيها، عشان كده الدراسه دي مموله من شركه الادويه ولكن بصوره خفيه. برضو تصميم الدراسه بيحمل بعض الشكوك، هي مصممه على هي الدراسه بتسمى بالاوبن ليبل راندومايزد مالتي سنتر ستادي. ده معناه ان الدراسه رغم ان هي كانت عشوائيه الا انها كانت اوبن ليبل، بمعنى ان المعلومات ما بتحجبش عن المشاركين في التجربه دي، يعني المشاركين في التجربه والمحققين كانوا عارفين الدواء اللي بيتم استخدامه في المجموعتين. طبعا ده خط احمر برضو، لان انا زي ما انا قلت لك الباحثين هم موظفين الشركه اللي بيحاولوا يبيعوا لك المنتج ده، هم بيكسبوا لما هم يبيعوا لك المنتج ده، عشان كده هم هيبقوا مهتمين ان هم يشوفوا منتجهم بينجح. ففي النهايه يعني انت المستهلك لما بتشتري المنتج ده هم بيكسبوا فلوس، عشان كده في الظروف ديت فدراسه عشوائيه معميه هي الافضل من حيث المصداقيه، بحيث ان المشاركين في التجربه ما يعرفوش الدواء المستخدم لكل مجموعه، عشان كده انت بتمحي التحيز من الدراسه دي. الدراسه دي كان فيه 210 رجل بيعانوا من الصلع الوراثي، وتم اعطائهم شامبو 2.1 كافيين زي الالبسين او مينوكسيديل 5%. والنظره النهائيه اللي كانوا بيبصوا ليها هو النظر الى التغير في نسبه الشعر المتواجد في مرحله الانجين من نقطه البدايه اللي هو قبل العلاج وبعد 6 اشهر وبعد 6 اشهر من العلاج، ضد الشعر اللي ما كانش فيه مرحله الانجين. ببساطه معرفه كميه الشعر في مرحله النمو في العلاج مقارنه بالبدايه قبل العلاج، وطريقتهم لتقييم ده هو عن طريق اقتطاف عدد معين من الشعر وبعدين بيفحصوه تحت الميكروسكوب عشان يعرفوا المرحله اللي بيتواجد بيها الشعر. وده طبعا خط احمر تالت. ليه؟ ايه هو المكان اللي تم اقتطاف منه الشعر ليه؟ لان مش كل الشعر المتواجد في راس الراجل متكافئ في حساسيته للاندروجينز، انت ممكن لو غيرت بس مكان بسيط من الشعر الحساسيه تختلف تماما، لان كل بصيله شعر زي ما نقول كده هي اورجن مختلف عن التاني. وبرضه هم قالوا ان الشعر كان جاي من منطقه الفرونتال والاكسبيتال، بس زي ما انا قلت فتغيير بسيط ممكن يغير او ليه تاثير كبير جدا على النتائج. وبرضه نرجع تاني ان الدراسة دي ما كانتش معمية، ممكن الباحثين مثلا لما كانوا بيختاروا المكان اللي يقتطفوا منه العينة اختاروا مثلا مكان كويس عشان يحسنوا النتائج بتاعة الدراسة. وسيلة افضل للموضوع ده ان هي تلغي التحيز كان ان هو مثلا يستخدم وسيلة زي الفوتو تريكوجرام، او يقيس مثلا نقاط مثل كثافة الشعر وطوله لكل سنتيمتر مكعب زي ما تم في الاختبارات على الفيناسيريد والمينوكسيديل لما كانوا بياخدوا الكلينيكال ترايز بتاعتهم عشان ياخدوا تصريح الاف دي اي لعلاج الصلع الوراثي. ناس كتيره بتستقل فعلا بموضوع ان هو مصرح من الاف دي اي، لا عشان ده ياخد تصريح الاف دي اي فهو بيطلع ميتينه. بنيجي بقى لاكبر خطا في الدراسه دي، ان مفيش مجموعه تحكم او كنترول جروب، والمجموعه ديت هي المجموعه اللي بتحصل على دواء وهمي او ما بتحصلش على دواء اصلا. فلما المجموعه دي بتكون في اي دراسه انت كده بتتاكد ان النتائج فعلا من استخدام العلاج مش بسبب حاجه طبيعيه زي مثلا دوره نمو الشعر الطبيعيه، زي ما انت عارف انت شعرك بيتساقط وبينمو مش ثابت على مدار السنه. كل الحاجات دي تخليك تشك ان الطرق هي طرق متعمده لاظهار نتائج متحيزه وجيده للمنتج اللي هم بيحاولوا يبيعوه.
وبرضو الدراسة دي ممولة من شركة أدوية، فده برضو ممكن يأكد لك الاحتمالات دي أكتر وأكتر. طب نتائج الدراسة دي كانت إيه؟ لما تبص على نتائج الدراسة دي، فنسبة الشعر المتواجد في مرحلة الأنجين ازدادت باستخدام المينوكسيديل 5% بنسبة 11.68%، في المجموعة اللي أخدت الدواء اللي بيحتوي على الكافيين بتركيز 2% زادت بنسبة 10.59%. ولكن على الرغم من ان المينوكسيديل افضل، بس الدراسة قالت ان عشان الرقمين قريبين من بعض فكده الكافيين ممكن يكون بديل للمينوكسيديل، وما ينفعش ان احنا مثلا نقول ان الكافيين انفيرير للمينوكسيديل. بس زي ما انا قلت، فما فيش مجموعة تحكم، فانا ما اقدرش فعلا اقول اي علاج هو الافضل في الدراسة دي بالتحديد. طب نستنتج ايه من كل ده؟ احنا ما نقدرش مثلا نستنتج من الدراسة دي ان الكافيين ليه فوائد على الاطلاق. حد علمي فدي اكبر دراسة تمت حوالين الموضوع ده، والدراسة دي فيها خطوط حمراء كتيرة، والمشاكل في طريقة تنفيذها او النتائج منها زي ان ما كانش فيه مجموعة تحكم، او عدم استخدام ادوات جيدة للتقييم، او عدم كون او عدم اصلا ان هي معمية، او كونها ممولة من شركة بتحاول تبيع لك المنتج. قارن مثلا ده بالدراسات اللي تمت على المينوكسيديل اللي كانت بتحتوي على آلاف المشاركين وكانت معمية، ووجود نتائج نهائية صارمة، وبرضه استخدام أدوات مناسبة لتقييم النتيجة، والمراجعة اللي تمت عن طريق باحثين مستقلين وبرضه منظمة الـ FDA، عكس الدراسات اللي تمت على الكافيين. عشان كده الكافيين محتاج أدلة أكتر عشان يثبت كفاءته، زي مثلا دراسة معمية بتتم عن طريق باحثين مستقلين مالهمش فايدة في بيع المنتج، وبرضه ممكن تديك نتائج أفضل. بس في الوقت الحالي الكافيين مثلا ما يحملش أدلة إنك تحطه في علاج الصلع الوراثي على المدى الطويل، لأن كده أنت ممكن تضر بنتائجك على المدى الطويل. برضه حاجة، أنا ممكن أقول لك ملايين المركبات اللي ممكن تظهر نتائج جيدة في نمو الشعر، أو مثلا في الانفيترو أو مثلا على الفئران، بس لما بتيجي يتم اختبارها على البشر بيلاقوا no significant difference في الآخر. طب ليه بعض الناس بتقول مثلا ان هو استخدم البسين وخلى شعره كويس؟ حقيقة تحسن الشعر مش ناتج بالضرورة من نمو الشعر، هو ممكن يكون تأثير تجميلي. بمعنى أصح، الشامبو البسين أو شامبو البسين هو شامبو ذو جودة عالية، وناس كتيرة مثلا لما بتستخدمه بيقول ان هو بيخلي شعره كويس او بيديله كثافة فوليوم، وده بسبب المواد اللي فيه بعيدا عن الكافيين. الخلاصة ايه من كل ده؟ لو انت عندك صلع وراثي، فافضل طريقة انك تلجأ للحلول المصرحة والمثبت فعاليتها في دراسات قصيرة ودراسات طويلة، زي الفيناسترايد اللي هو بيقلل الدي اتش تي، والمينوكسيديل محفز النمو. لو هتلجأ لحاجة تانية زي مثلا الالبسين، فانت يفضل انها مثلا تكون حاجه اضافيه. لو انت مثلا مؤمن بالميكانيزم اوف اكشن بتاعه ان هو بيحفز الاي جي اف 1، فانت ممكن تستخدمه بس بعد ما تكون واجهت الصلع الوراثي بخطه تضمن لك نتائج على المدى الطويل. طبعا في ناس انا بشوفها على النت بتحاول مثلا انها تستخرج الكافيين ده من القهوه، وبصراحه بيضحكوني لما بيحاولوا يعملوا كده. هم مثلا بيقوموا جايبين القهوه ويحطوها في كنكه ويقعدوا يقلبوها، وبعدين يقوم زي فلترها كده، وبعدين ياخد البتاع. انت كده ما عملتش فلتريشن كويس للكافيين. لو عايز تعرف ازاي تعمل فلتريشن كويس للكافيين، فانت ممكن تشوف فيديوهات لواحد اسمه نيل ريد اللي بيعمل اكستراكشن بطريقه علميه صحيحه. وحتى لو انت عايز تستخلص الكافيين من القهوة، فانا برضو ما انصحكش ان انت تستخدم الكافي. انت احسن حاجة ان انت تستخدم حبوب الكافيين اللي بتبقى في الصيدلية، لان الاستخراج منها بيكون اسهل، واليلد او المحصلة النهائية من محتوى الكافيين بتكون مرضية اكتر من انت تستخدم القهوة اللي احنا بنشربها. وانا بصراحة الميكانيزم اوف اكشن بتاع الكافيين، بعيدا عن كل الكلام اللي انا قلته لكم ده، انا شايف ان هو ممكن يكون ليه دور كويس جدا، ان حاجة بتحفز التعبير عن الاي جي اف 1، وبرضه قلل التعبير عن حاجة اسمها التي جي اف بيتا 2، وديت حاجة مضرة لدورة نمو الشعر. فانا ممكن لو انا هجرب استخدم الكافيين او هضيفه، فانا ممكن اضيفه للبروتوكول بتاعي اللي هو الفينوسترايد والمينوكسيديل، بس ان انا استخدمه كحل وحيد او كبديل بس، فانا كده بضحي بالنتائج بتاعتي على المدى الطويل. وبالنسبه لموضوع بقى البسين، فانت لو جيت هنا، في كان فينا مقاله في موقع اسمه اندبندنت وبعنوان البسين كافين شامبو باند فروم سينج ات كان هيلب تو ريديوس هير لوس باي ادفرتايزنج ستاندرز اثوريتي، وان ده بيقول لك ان الالبسين اتمنعت ان هي تقول في منتجاتها ان هو بيساعد في محاربة تساقط الشعر، وده بسبب ان الادلة حوالين نجاح الالبسين كانت ضعيفة جدا وبتفتقر للمصداقية والموضوعية، فعشان كده هم منعوهم ان هم يذكروا ان العلاج بتاعهم بيحارب تساقط الشعر. متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس ولايك وشير للفيديو لو عجبك. اكتب لي تحت في الكومنتات عايزني اتكلم عن ايه في الفيديوهات الجاية، ولو حابب استشارة او متابعة الكترونية فهتلاقي برضو اللينك تحت في الديسكريبشن. اشوفكم في الفيديوهات الجاية.